أهلا وسهلا يسعد صباحكم. أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك. بالبداية خلينا نحكي أنه فتحتوا باب الترشح في 15 الشهر ويستمر لشهر 7. ممكن نعرف ما هي شروط الترشح؟ نعم، الحقيقة طبعاً وزارة الثقافة أطلقت هذه الجوائز، بعضها كان قديماً كجائزة حنا مينا وسام الدروبي، لكن أعيد إطلاقها من جديد، وبعضها الآخر جديد تماماً، يعني كجائزة مثلاً ممتاز البحرة لفن اللوحة الموجهة للطفل، جائزة القصة القصيرة المكتوبة للطفل، وهناك جائزة يعني لم تذكر عنها هي جائزة حفظ الشعر، جائزة أقامتها وزارة الثقافة أيضاً الهيئة العامة سوريا الكتاب، يعني رغبة في التمكين للغة العربية. إذن هذه الجوائز أطلقت يوم 15 شهر، بدأ استقبال المواد لها، نستمر في الاستقبال حتى 30/7. طبعا بعد ذلك تطرح هذه المواد كلها بين أيدي لجان تحكيم من الأدباء الكبار يعني الخبراء أصحاب التجربة الكبيرة في مجال الكتابة. شروط الترشح شو يا أستاذ؟ شروط الترشح للجوائز؟ هلق في كل جائزة لها شروطها طبعا، لكن في شروط عامة ناظمة لمختلف هذه الجوائز. طبعا أن يكون النص مكتوبا باللغة العربية الفصحى، سواء كان رواية أم مجموعة قصصية أم قصيدة بالتأكيد، أن يكون جديدا، لم يسبق أن شارك بمسابقة مثلا ماضية وفاز بها، يعني ينبغي أن يكون العمل غير فائز بمسابقة أخرى. أيضا يفترض أن يكون العمر شو هو؟ العمر ليس هناك عمر، ما في عمر محدد، وأيضا لم تحدد موضوعات معينة، لأنكم تعلمون الأدب لا تحدد له، أو المبدع لا نستطيع أن نقول له اكتب في هذا الموضوع أم ذاك. إذن الأفق مفتوح تماما للكتاب، ولو أنا يعني الآن أحب من خلال شاشتكم الكريمة أن أدعو للمشاركة بجائزة اللوحة التي ترسم للطفل، وأيضا أعلننا عنها الدورة الماضية. في الحقيقة كانت المشاركات قليلة جدا، أتمنى في هذه الدورة أن تكون هناك مشاركات كبيرة، لا سيما كما قلت أن هذه اللوحة مرسومة للطفل، يعني ترسم للطفل من قبل فنان كبير. وطبعا كما قلت أيضا تحكم، وهناك 3 فائزين، أول وثاني وثالث. يعني دكتور اليوم في توجه واهتمام كتير كبير من قبلكم للطفل، إن كان باللوحة وإن كان بالقصة وبمختلف المجالات. واليوم ما فينا ننكر العالم توجهت نحو الإنترنت، نحو التكنولوجيا، في شوي بعد عن الكتاب. قد ايه بتحاولوا ترجعوا تشدوا العالم او تبنوا طفل من صغره للكبر لحتى فعلا يرجع هذا الاهتمام والشغف بالقراءه وبالكتاب؟ نعم، الحقيقه في البدايه يفترض يعني ان نستطيع ايصال قصه الطفل وكتاب الطفل، هذا الكتاب الجميل، منذ البدايه من غلافه الخارجي وصولا الى لوحاته وانتهاءا بمضمونه. ينبغي ان يصل هذا الكتاب الى الطفل في كل البقاع السوريه، وهذه مساله تعمل عليها وزاره الثقافه بصراحه، ليس فقط الان من خلال معارضنا المختلفه الموجوده على مساحه القطر، ولكن ايضا نحن نقوم باهداء الكتب والمجلات. يعني ما من مدرسه خاصه أو عامة أو تتبع لوزارة التربية أو أي جهة أخرى طلبت كتبا من وزارة الثقافة إلا يعني، وقام الأستاذ محمد الأحمد وزير الثقافة بالموافقة على الإهداء، وقمنا نحن كهيئة بتنفيذ هذا الأمر، وقدمنا إذن هذه الكتب لرغبة في أن تصل طبعا كما تفضلت هذه الكتب وهذه المعارف للأطفال. المسألة الأخرى وهي مسألة على درجة كبيرة من الأهمية، الكتاب يعني الكتاب الإلكتروني أو وصوله أيضا عبر وسائل التواصل. نحن في موقعنا نحمل كل الكتب التي ننشرها ورقيا، نعود فنحملها على موقعنا، وتقوم مواقع أخرى يعني لنقل بوضع روابط والاشتراك معنا، وبالتالي أيضا هناك مجال لوصول هذا الكتاب عن طريق الشابكي بصورة عامة. إذا بدنا نعرف أستاذ عن عدد الجوائز، عدد الفائزين، كمان شو هي المعايير اللي حطيتوها للجوائز؟ جوائزنا كما ذكرتم قبل قليل، طبعا جائزة حنا مينا في مجال الرواية، وأنتم تعلمون لماذا اختارت وزارة الثقافة أن تسمي جائزتها باسم حنا مينا، هذا الكاتب السوري الكبير. نستقبل الأعمال الروائية حصرا، الأعمال غير المطبوعة من قبل التي لم تفز من قبل في بأية جائزة، وطبعا مثلا الدورة الماضية وصل عدد الأعمال إلى حوالي 40 عمل، 40 رواية. الدورة التي سبقت بحدود 50-60 رواية قدمت. إذن
يعني هذا يعكس أن المشهد اللي نقول الروائي السوري معافى رغم كل ما مر على البلاد. الإبداع يعني بخير والمبدعون يكتبون وينتجون، وهذه مسألة على درجة كبيرة من الأهمية. جائزة الدكتور سامي دروبي للترجمة، نستقبل كتبا مترجمة. حددنا هذه الدورة 3 لغات، الإنجليزية والفرنسية والروسية. إذن الأعمال التي تقدم لنا ينبغي أن تكون مترجمة عن هذه اللغات واسعة الانتشار. وطبعا هذا يسهل علينا أيضا مسألة التحكيم، لأننا ينبغي أن نجد من يستطيع أن يحكم أعمالا بهذه اللغات 3. إذن أيضا نختار 3 أعمال فائزة، وحددنا لا نقول موضوعات، لكن قلنا أن تكون الأعمال في الأدب، في الفكر، في العلوم الإنسانية بصورة عامة، لكن ينبغي ألا تكون أعمال علمية دقيقة، يعني طبية مثلا، هندسية فقط. هذه بالنسبة لجائزة سامي دروبي. أما جائزة عمر أبو ريش للقصيدة الواحدة، فهي طبعا جائزة غالبا ما يعني يشارك بها شعراء كثر، يعني أحيانا تبلغ المشاركات 60-70-80 قصيدة، أيضا تحكم بشكل لائق وجيد، ونختار بدقة جدا بالتحكيم بالنسبة لهذا العدد. أدباء يعني كبار يحكمون، وأساتذة نقد كبار، وأساتذة أيضا من مجمع اللغة العربية يساعدون في ذلك، وبالتالي يتم اختيار الأعمال، فعلا الأعمال الأهم والأجمل، وننشرها في مجلة المعرفة. يعني القصائد التي تفوز تنشر فيما بعد في مجلة المعرفة التابعة لوزارة الثقافة، إلى غير ذلك طبعا من الجوائز التي نشرنا إعلاناتها ووصلت إلى مديريات الثقافة في القطر كله. نعم، يؤخذ بعين الاعتبار دكتور فصاحة الشاعر، إن كان بجودة كتابته أو التشكيل أو فصاحة اللغة العربية أثناء أداء، إن كان قصيدة وإن كان قصة، أو بيضل الفكر هو الأساس. شو هي المعايير الدقيقة اللي عم تطلبوها؟ طبعا هاي المسألة تعود للجنة التحكيم. يعني مثلا عندما نجد في عداد لجنة التحكيم مثلا أسماء كالدكتور وهب رومية، مثلا الأستاذ أحمد يوسف داود، أنا أضرب أمثلة، شاعر كعبد الكريم الناعم وأسماء أخرى. هؤلاء هذه القامات لديها معايير معينة نكون قد اتفقنا أيضا عليها قبل أن تبدأ هذه اللجان بالتحكيم. طبعا هناك جماليات الكتابة كما تفضلت، يعني هذه النقاط تدخل في جماليات اللغة التي يستخدمها الشاعر. إذن جماليات الكتابة بصورة عامة، من صورة شعرية مثلا، نحن نتحدث في مجال الشعر الآن، من صورة شعرية للإيقاع أو الموسيقى المستخدمة، أيضا للموضوع حضوره. يعني بالتأكيد الموضوع لا يحسم المسألة، لأن كما قال الجاحظ، يعني الأفكار مرمية على قارعة الطريق يلتقطها العربي والأعجمي، لكن الفكرة الأساسية أن أيضا الموضوع يلعب دورا مهما في التحكيم، لكنه لا يحسم الأمر. ما يحسم الأمر هو جماليات الكتابة، حتى في مجال الرواية وفي مجال طبعا الكتب المترجمة لها قوانين أخرى، يعني أن يكون المترجم على معرفة عميقة باللغة التي يترجم عنها وبلغته الأم بالعربية أيضا التي ينقل النص إليها، أن يكون مثلا على معرفة حتى بثقافة الشعوب التي ينقل عنها وما إلى ذلك. هناك معايير كثيرة في الحقيقة تضعها لجان التحكيم بالاتفاق معنا كهيئة مشرفة على هذه الجوائز. طيب هلأ خلينا ننتقل لشهر الكتاب، شو بيتضمن وشو هي الفعاليات اللي حتقوموا فيها، وشو هي الكتب المشاركة أو الأعداد، ومن الأشخاص المشاركين فيها؟ ممكن نتحدث أكثر لمعرفة عن شهر الكتاب. نعم، الحقيقة غدا يفتتح في مديريات الثقافة جميعها في القطر العربي السوري شهر الكتاب. شهر الكتاب يعني أطلقته وزارة الثقافة منذ زمن بعيد، يعني ليس اليوم، نحن لا نجترح معجزة، لكن هذا الشهر موجود. تزود مختلف معارضنا، مختلف نوافذ البيع في القطر العربي السوري بكل إصدارات وزارة الثقافة، إصدارات الهيئة العامة السورية للكتاب. يعني نحن الآن مثلا زودنا مثلا مديرية ثقافة طرطوس واللاذقية وحمص وحماة وحلب، كل المحافظات السورية. نعم، زودناها بنحو 1360 عنوان. يعني إصداراتنا من عام 2009 إلى الآن ما هو موجود لدينا في مستودعاتنا. هذه الكتب التي طبعا تشمل مختلف وجوه المعرفة
تطرح بين أيدي الناس وبأسعار زهيدة جدا. يعني هناك حسم 60% على سعر الكتاب، يعني يكاد يصبح الكتاب مجانا، يكاد يهدى إهداء لمن يرغب بشرائه. هذه الكتب موجودة في الفكر السياسي، في العلوم الإنسانية المختلفة، في الأدب بأجناسه المختلفة، في المسرح، في السينما. طيب نعرف وقته لشهر الكتاب من أي يوم لأي يوم بينتهي؟ يعني سنبدأ من كل حد عم يتابعنا إلى 2 أيار. نعم. يعني شهر كامل سيستمر هذا المعرض في المدن السورية كلها. نعم. طبعا في دمشق أيضا سنفتتح في نوافذ البيع المختلفة، لكن سيكون المعرض الرئيسي في كلية الأداب في 7 من هذا الشهر. نعم. أيضا معرض ضخم جدا، وطبعا أنا أدعو الطلاب والأساتذة في الجامعة ومختلف يعني الناس الذين يرغبون بالحصول على كتاب وزارة الثقافة أن يتوجهوا إلى هذا المعرض. نعم، يعني فعلا دكتور شهر الكتاب نحن فعلا بحاجة لإله. في كتير من الناس بعدها بتهتم بالورق، بعدها بتشوف أنه في للكتاب لذة معينة، على اختلاف اليوم في كتير مجالات لحتى نحن نقدر نتثقف مثل ما تفضلت وحكيت، إن كان إن كان على بكتير وسائل، لكن بيضل الكتاب لذة معينة. بدي أسألك عن حول هذا الموضوع بالتحديد دكتور. اليوم بهي الأزمة، خلينا نقول مو بس تكنولوجيا، أزمة الحرب اللي نحن عم نعيشها، بتشوف أنه قل اهتمام الناس بالكتب، أو قل حتى التقدم لمثل هي الجوائز إن كان من شعراء وكتاب وغيرهم، أو لا بالعكس ألهمت كتير من الشعراء؟ نعم، أعتقد لم تنخفض المشاركات في الجوائز بصورة عامة. مع كل طبعا نحن لا ندعي أن الثقافة وأن الأدب يعني لم يتأثر بالحالة السورية التي يعني عاشتها الناس بكل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية. نحن تأثرنا بالتأكيد، والمجال الثقافي والأدبي تأثر، لكن يعني من يلاحظ إقبال الناس على معارض الكتاب مثلا، أنا أضرب مثال معرض مكتبة الأسد الماضي، والآن قريبا هناك يعني طبعا هذا العام أيضا هناك معرض مهم، وستكون المشاركات أكبر بكثير، ودور نشر عربية ستشارك من مختلف البلاد العربية. ممكن نحكي عنه شوي؟ الحقيقة هذا المعرض أنا أتركه يعني للسيد مدير عام مكتبة الأسد الوطنية والمعنيين فيه بهذا الشأن حصرا، مع أننا كهيئة سنشارك وسيكون لدينا جناح كبير جدا. إذن هذا مثال، يعني هذا المعرض في العام الماضي والعام الذي قبله كان يعني دائما لنقل ممتلئا بالناس ومن مختلف الأعمار، ورأينا الأمهات كيف يعني يقودن أطفالهن لاقتناء الكتب المختلفة الملونة المصورة، ليس فقط كتب وزارة الثقافة ولكن أيضا كتب مختلف الدور التي طرحت كتابا للأطفال. فأنا أعتقد الآن هناك بالعكس هناك من جديد إقبال وكثيف، يعني وكأنه ردة فعل على كل ما عاشته البلاد باتجاه الكتاب وباتجاه المعرفة، ولا سيما عندما تقدم كما قلت يعني بأرخص الأسعار. يعني نحن أحد الصحفيين كتب منذ أيام بتشرين، يعني كتب بعنوان تستطيع أن تنشئ مكتبة بألف ليرة سورية، دخل على معرض وزارة الثقافة الهيئة العامة، يعني اشترى كتبا وعرضها وصورها، وحتى حوالي 15 كتاب تصوروا بألف ليرة سورية. هذه مسألة لا تحدث في أي بقعة من بقاع العالم. صحيح، أكيد. تمام. أكيد هذا الموضوع كتير مهم لكل اللي بيحبوا القراءة، ويكون الكتاب يقدر ويكون بمتناول الجميع. هلأ إذا بدنا ننتقل ونحكي عن جائزتك لهذيك السنة عام 2018، الجائزة يلي حصلت عليها، بنحكي عن أهمية الجوائز وأهمية كيف كانت معنوياتك وكيف كانت سعادتك بهاي الجائزة الشعرية للنقد الأدبي، دراساتك نقدية في الشعر العربي المعاصر. نعم. أوكي. طبعا أشكرك على الإشارة لهذه الجائزة، مع أنها لم تكن يعني من الموضوعات التي يجب أن نطرحها يعني للمشاهد الكريم. طبعا هذه جائزة يقدمها مجمع اللغة العربية في دمشق، وأنا بداية السنة الماضية فوجئت أن الجائزة يعني تتناول نقد الشعر العربي الحديث والمعاصر، فشاركت بكتابي الذي يحمل عنوان مرايا الظلال القادمة، دراسات في الشعر العربي المعاصر، وهو كتاب يقع في نحو 350 صفحة من القطع الكبير، ويتضمن مجموعة من البحوث، لعل أكثرها هي بحوث تتعلق بصورة المرأة وتجليات هذه الصورة في شعر كثير من شعرائنا العرب سوريين وغير سوريين. نعم. والحقيقة قدمت هذا الكتاب للمجمع، وكنت سعيدا عندما يعني تم اختيار هذا الكتاب من قبل لجنة أيضا من كبار الكتاب،
ويعني فاز بالمسابقة بالجائزة الأولى. نعم. إن شاء الله هيك ألف مبروك أكيد. ألف يعني شكر لكم. نعم أكيد دكتور، نحن بنفخر بوجود أشخاص مثل حضرتك وبوجود الكتاب وبوجود الشعراء يلي هن فعلا كمان كانوا سلاح بوش هي الحرب يلي نحن كلياتنا عم نعيشها، عم نعيشها كل كلمة هي بندقية كمان نحن بنعتبرها. دكتور أيضا في مجال الترجمة، هذا المجال يلي نحن ما فينا ننكر أهميته. نعم. اليوم نعم. خلينا نحكي أكثر عن مجال الترجمة اليوم، لوين وصلنا بمجال الترجمة، لأي درجة المفروض أنه نحن نحط أهمية كتير كبيرة ونرعى هذا الجانب. نعم يعني هنا ينبغي يعني، وأنا لا أقول ذلك لأنني موظف في وزارة الثقافة. نعم. لكن فعلا ينبغي أن يعني تأخذ وزارة الثقافة حقها لنقل من الإطراء والمديح والثناء في هذا المجال. يعني منذ 3 سنوات نعم. أطلقت وزارة الثقافة من خلال الهيئة العامة السورية للكتاب التي هي طبعا مؤسسة ثقافية تتبع مباشرة للسيد وزير الثقافة، أطلقت المشروع الوطني للترجمة، وفي كل عام نضع خطة تنفيذية لهذا المشروع الوطني. يعني تصوروا خطتنا لهذا العام تتضمن 200 عنوان من مختلف ثقافات العالم. طبعا سيقول قائل 200 عنوان لا تستطيع الهيئة أن تترجمها كلها وتطبعها، وهذا كلام دقيق. نعم. لكن في هذا العام أحببنا فعلا أن يكون المشروع اسما على مسمى، يعني مشروع وطني، إذن وطني. نعم. يعني يستقطب مختلف المؤسسات الثقافية العاملة في القطر العربي السوري. فأشركنا في هذا العام دور النشر الخاصة طبعا بالتعاون معها ومع طبعا اتحاد الناشرين السوريين. نعم. الاتحاد الكتاب العرب، مؤسسات كثيرة، المعهد العالي للترجمة وهو معهد مهم أيضا، مختلف الجهات التي تعنى بالترجمة، اتفقنا على أن تكون هذه الخطة هي خطة للجميع، بحيث تختار هذه المؤسسات وهذه الجهات من العنوانات التي وضعتها لجنة كبيرة متخصصة لدينا في الهيئة العامة للكتاب، واختارتها كما قلت من مختلف الثقافات ومختلف اللغات، هناك حوالي 22 لغة، اختارتها و طرحتها بين أيدي هذه المؤسسات. نعم. وبالتالي وحتى الآن تقريبا معظم يعني كتب الخطة التي طبعناها في كتاب ملون أخذتها جهات مختلفة بما فيها نحن، أخذنا حوالي 50 كتاب كهيئة وبدأ العمل على ترجمتها. إذن هذا المشروع الضخم مشروع أنا برأيي من أهم المشاريع التي يعني تطرح ليس فقط في سوريا ولكن على الساحة العربية كلها. يعني الآن إذا استعرضنا أي دولة عربية أخرى من يطلق مثل هذه المشاريع، خاصة بظل الحرب، خلينا نحط تحت خط أحمر طبعا وبالظروف التي تعيشها البلاد. نعم. يعني لا أحد يعلم كم نعاني حتى يصدر هذا الكتاب الجميل ويصبح بين أيدي الناس. مثلا ما هو وضع المطابع وزارة الثقافة، كيف يعني نتعامل مع السادة المترجمين، ما هي مثلا تعويضات الكلمة التي تدفع لهم، وهي حتى الآن تعويضات تشجيعية. نعم. مع أن الوزارة تمكنت من رفع التعويض 3 مرات منذ 2 عامين أيضا ونصف تقريبا، لكن مع ذلك يعتبر يعني مبلغا رمزيا يعني، وهو لا يعطي المترجم حقه بصورة. نعم. كاملة. نعم. ايضا دكتور اليوم اذا حكينا عن الترجمه انه نحن ما عم نقدم حقهم، لكن دائما الجانب المعنوي ممكن يقدم لو جزء بسيط من تقدير لهؤلاء الكتاب وهؤلاء الشعراء والمترجمين ولكل من يشارك في هي العمليه الراقيه، عمليه الفكريه الراقيه. اليوم بالجانب المعنوي لاي درجه بتعنوا بهؤلاء الاشخاص والجنود المجهولين يلي عم بيقدموا اليوم ان كان حفظ جزء يسير من حقوقهم؟ نعم أنا معك، يعني جانب المعنوي أساسي ومهم جدا، وسمعة الكاتب والمترجم ووصول اسمه يعني لكل الناس ولكل المعنيين هذا أمر بالتأكيد مهم جدا، لكن علينا ألا ننسى أن كثير من هؤلاء يعيشون من عملية الترجمة. تماما. يعني ليس لديهم مصادر رزق أخرى. تماما. يعني هذا المترجم الكبير لا يستطيع مثلا أن يعمل لنقل يعني على تاكسي أو يعمل بائعا، مع احترامي لهذه. نعم. المهن بالتأكيد. نعم. لكن هو لا يستطيع. نعم. وبالتالي ينبغي أيضا أن نقدم له شيئا لا بأس به. أنا يعني نحن نقدر بالتأكيد ونعيش وضع البلاد، لكن ينبغي أن نعمل على رفع ثمن الكلمة في مجال. نعم. الترجمة والتأليف، وكما قلت يعني وزارة الثقافة لم تقصر، حتى السيد رئيس مجلس الوزراء مشكورا يعني وافق على المشروع الذي قدمته له وزارة الثقافة برفع التعويض 3 أضعاف، هذه مسألة ليست سهلة. نعم. لكن مع ذلك إذا ما قرناها بالسعر العالمي مثلا أو ببعض الدول العربية الأخرى اللي لم تعش الحرب لنقل،
يعني نلاحظ أن هذه المكافآت زهيدة. نعم. نعم. يعني دكتور مثل ما تفضلت وحكيت تم الرفع 3 مرات وثلاث أضعاف. نعم. ونحن بنأمل كمان أنه فعلا هدول الجنود المجهولين يكون فعلا لهم القيمة الكبرى بمختلف المجالات، معنوية ومادية وبكل شيء. يعني نعم. هن اليوم بالتأكيد. السبب باستمرار وجود الثقافة، خلينا نقول السبب بانتشار الكتب، السبب بوجود هذا النوع من الكتب. نحن نتعرف على ثقافات من بلاد مختلفة، فنحن من خلال صوتك ومن خلال وجودك معنا اليوم كمان بدنا نوجه هي الكلمة، وبنتمنى تأخذ بعين الاعتبار. شكرا. بدنا نتشكر وجودك كثير دكتور.